IFM Sport Plus أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع. توا 7:07 على IFM أحلى راديو. هذه حلقة جديدة من سبور بلس، حلقة 30 ماي 2023. نحكيه على أون جبر اللي تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس، نحكيه على الأولمبي البيجي والنادي الأفريقي، المباراة المتأخرة في إطار الجولة الأولى إياب، وقراءة في الترتيب الحالي وعودة كذلك على مباريات نهاية الأسبوع. نحكيه زادة على سقوط أمل حمام سوسة وسقوط أولمبيك سيدي بوزيد، هل هو سقوط مستحق وإلا لا للرابطة المحترفة الثانية. بعد شوية يكون معنا الناطق الرسمي لأولمبيك سيدي بوزيد، ويكون معنا زادة قائد فريق أمل حمام سوسة محمد أمين تريتر، نحكيه معهم على أكثر تفاصيل وأسباب سقوط الزوز فرق ذوما إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بتبع زادة نحكيه على المباراة المنتظرة غدوة تونس والبرازيل، الإطار هو كأس العالم لأقل من 20 سنة، ديبلاسمون كبير قاموا به لاعبي المنتخب الوطني التونسي، هل يمكن أن يؤثر وإلا لا؟ قراءة في المقابلة، الغيابات، المنتخب البرازيلي هل ممكن ننتصر عليه وإلا لا؟ هذا وغيره إن شاء الله. مرحبا بكم في سبورت بلس. تحية لكل فريق الأعداد، غدا علاوي في العمل الصحفي، تحية لأمير في الإخراج وميم القربي في الديجيتال وي أم سوفيان وبقية الأكيب في الإي أف أم تي في. أيمن زروق معاكم باش نرافقكم في ساعة من زمان حتى الثمانية متاع الليل، وكذلك سعيد جدا بوجوده معايا في البلاتو، سنسوا بهم الثنائي كابيتان عاد تكون اليوم سمير وليد قرفه. لا مساء الخير. لا مساء الخير، مرحبا بك، مرحبا سمر، يعطيك الصحه خويا الكابيتان. هو خاطر مازال يسال يثبت، يحب يثبت، ناخذ فلوتيزاسيون من عنده سينو تولي وقاحه. نقدر به نقدر به. حي الساده المستمعين، الساده المتفرجين، الفريق نتاعنا الكل ان شاء الله حصة كالعادة، أكيد برشا أحداث، برشا أكتواليتي نرجع عليهم إن شاء الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا وليد قرفيلة. رفقنا زادة سمير سليمي، أهلا وسهلا، مرحبا سمير. مرحبا بك زروق، مرحبا بوليد، مرحبا بقيت ليكيب نتاعنا، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا وتشوف فينا، وان شاء الله نقدموا الاضافه في الحصه هذه. مرحبا بك، اهلا وسهلا سمير سليمي، مرحبا وليد قرفيلة. بعد شوي نحكي كره قدم، لكن البدايه بالتنس وأونس جبر. لانفو دو جور، قبيلة شوية الفوز لأونس جابر في أولى المباريات في بطولة رولان غاروس، أول فوز في الكور متاع فيليب شاتريي بالنسبة لأونس جابر. أمين غلانزا حاضر لتغطية البطولة وكان حاور بطلتنا اللي نستناو منها برش سنة في رولان غاروس باعتبار أنها عامنة والخرجت من الدور الأول، نستناو طمعين برش في أنه علاش لي نعملوا حويجة سنة في رولان غاروس بعد فينال ويمبليدون عامنة وبعد فينال لويس أوبين. نسمعوا أونس جابر في تصريحه في ميكرو زميلي أمين غلانزا. أسلام أونس، مبروك أونس لا فيكتوار اليوم، ديما مشاو الماتش صعيب. أونس مريت فترة صعيبة شوية، إصابات، غبت شوية على الكومبيتيشن، كيفاش تعاملت اليوم مع الماتش خاصة أنه شفنا أداء وشفنا نتيجة، شفنا ليزامورتي عملوا ديفيرونس اليوم؟ اليوم نحس في روحي خير برشا فريمون، يعني لعبت جو باهي، صحيح الماتش ويتلونين ماهمش سهلين، ماهمش يعني من اسهل لي تور هوني، حاولت نرقى للجو نتاعي، لازم اختي اكيد ديما يعاونوا، سورتو كان فما شويه ريح من برشا بلايص، مي فوالا، يعني نحب نكمل في المردود هذا، نحب نكمل نحسن المردود نتاعي باش نكون حاضره للماتش ويت الاخرين، خاطر كل ماتش باش يزيد صعب اكثر، والبلوز امبورطون اللي انا نحس في روحي 100% الصحه نتاعي، وسورتو لي يعني لي بليسور ان شاء الله ما يقلقونيش بروشينمون. اول فيكتوار فيليب شاتريي الأونس الجابر اليوم، شنو تقول للتوينس اللي استناو في غران شليم، استناو في تيتر بعد دو فينال خسرناهم، شنو تقول لهم خاصه انه دوره رولان غاروس تعني لهم اكثر من اي دوره اخرى؟ تعرف ان التوينس يعديوا القايله كان رولان غاروس كيما يحبوا رولان غاروس تاولي يحبوهم لودون والاسترالي واليوس اوبن. نعرف اللي التوانسه ديما يشجعوني مش كان هوني في رولان غاروس، نعرف اللي مغرومين برشا بالتنس، دونك نقول لهم رانا تو في الدوزيام تور، ان شاء الله نكملوا نربحوا اكثر، وسورتو التوانسه اللي عايشين في باريس نقول لهم يجوا يشجعوني، خاطر باش نلعب كونت الفرنساويه، وتعرف كيفاش الجمهور الفرنساوي بليت شويه، دونك يجوا يشجعوني خاطر راني نستحق لكم برشا. والعباد اللي ولات تقعد في القهوه، يعني ما عادش تفرش فوتبول ولا تفرش أونس جابر، يعني التنس
تفرج في اي بلاصة المهم شجعني نعرف اللي الانرجي نتاع التوانسة ديما باهية وسورتو كي يشجعوني فريمون من قلبهم ديما نحاول نربح وسافي بليزير يعني الجماعة اللي ديما سورتو قالوا لي يعني فما جماعة خذت طيارة من تونس ويشجعوا هوني في باريس هذه حاجة طيارة برشا مش انت جاي تخدم على روحك. هذه إذن أنس جابر في تصريحها لأمين غلانزا. أنس جابر أول مباراة أول خطوة تمت بنجاح اليوم وليد ساعة خلينا نوضحوا اللي احنا نحبوا النجاحات ونحبوا الانتصارات متاع أنس في جميع المسابقات وجميع الدورات لكن تبقى رولون غاروس عنده رمزية خاصة ومعزة خاصة عند التوينس نذكروا الكل كيفاش واحنا ملي صغار نتبعوا الدورة هذه تور دو فرانس تور دو فرانس وقتها زاد حكي عليه الأستاذ فتحي المودي كان حاضر وتوا كده سمير دونك راهو ديما الاخرين في كفة اللي تروا تاع غران سلام الكبار في كفة ويمبلدون دونك ودورة امريكا ودورة هذيك الكل ورولون غاروس في كفة دونك اكيد بالنسبه للتوانسه خاطر هما كافالور راهم طبيعه لا احنا بالنسبه للتوانسه خد نقربوا اكثر للفرنسيس دونك مهرجان كان تور دو فرانس رولون غاروس دونك اكيد نحبوا أنس توصل نذكروا ليونس في الجونيور متحصله على الدوره هذه دونك نحبوا أنس توصل لبعيد ان شاء الله في الدوره هذه عندها كل المقومات باش توصل لبعيد في الدوره هذه شاركت في دورات في الفتره السابقه وعملت نتائج ممتازه رغم اللي ما تحصلت على حتى دوره حذرت مليح بدنيا وذهنيا ان شاء الله نتمنوا أنس توصل لبعيد اكيد دعم الجمهور التونسي باش يكون موجود وعمره ما قصر الجمهور التونسي مع أنس في حتى دوره في الخليج في اوروبا ولا في امريكا دونك اكيد نجم تعمل على الجمهور التونسي اللي باش يكون حاضر خاصه انه نوع من الديربي الكلاسيكو معناتها بين المنافسه نتاعها مع المنافسه نتاعها الفرنسيه دونك ان شاء الله يا ربي أنس توصل لبعيد الدوره هذه مش سهله بطلات كبار موجودين في التير باتو دونك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي أنس توصل لبعيد في الدوري. كيبدا عندنا لاعب ولا لاعبه في المرتبه السابعه عالميا في تريونيفو لانها كانت هي زاد ثانيه عالميا عملت فينال ويمبلدون وفينال لويس اوبن حاجه ليجيتيم ومنطقيه وعاديه ان نطمعوا ونحلموا برولان غاروس باعتبار انه رولان غاروس هي البطوله اللي نحبوها سمير هي تقرب لنا عندنا معها نوستالجيا عندنا معها عطف خاص كونه تبدا عندنا تونسيه في رولان غاروس ما نجمو نزيدوا ندزوا معاه ونتفرجوا في المباريات نتاعها رغم الخيبه نتاع عمله وزاد بالضبط انه طموح أنس بعد ما تحصلت الجونيور على رولان غاروس طموح نتاعها ان تكون وكان التصريح قديم شويه توا ان طموح نتاعها تكون في العشرة الاوائل وفما البعض قالوا مستحيل انه أتليت تونسية تكون بين أفضل عشرة لاعبة تنس على مستوى العالم أنس جابر وصلت الثانية على مستوى العالم وتوى ترتيبها السابع وهذا يدل على أنه الطموح والعمل والخدمة والإيمان بالنفس ما فماش فيه حتى حدود ولا مستحيل على مستوى الرياضي حاجة أخرى وقت اللي تكون ترتيبك في العشرة الأوائل بطبيعة الحال يكون الطموح متاعك هو الفوز أو الوصول إلى أدوار متقدمة في دورة شهيرة كما رولان غاروس بالنسبة للاعبات الكبار كما أنس جابر على مستوى العالم الدور الأول والدور الثاني راهو لي شوف موضك هذاك التسخين ولو تصير مفاجأة سمير صارت مفاجأة نحكيه على اللعبة في المفاجأة ديما موجودة نحكي على الرياضة ولكن والأمثلة كثيرة ولكن نتكلموا إذا كان عندك أنت الطموح أنك توصل لأنه علاش نتكلم هكا فما خاطر تقصيد في المجهود مش كيما تلعب ماتش متاع ساعة كيما تهزوا للأربعة وخمسة سوايع في أدوار أولى الأدوار الأولى لابد أن تحسمها وبسرعة وذايا لاعبين تنس عالمين كبار تكلموا في استراتيجية هذية متاع كيفية التعامل مع الدورات الدور الأول قلت يشوف مع احترامي للمنافسة لها اللي كانت في ترتيب متأخر وبعيد برشا على أنس وقالت كلمة مفتاح قالت نحس في روحي مرتاح وذية وحاضرة خاصة راجعة من ضربة هذا هو تحس في روحها مرتاحة تحس في روحها حاضرة معنوياتها مرتفعة ما فماش علاش
تمشي في الباركور الى اقصى اقصى احنا نقولوا اقصى نقطه ممكنه ولها الامكانيات في ذلك. بالتوفيق ان شاء الله لأونس جبر باش نتابعوا ان شاء الله من دوري الى اخر وان شاء الله علاش لا معناتها طالعين بالقديه بالقديه ونستناو ان شاء الله ان تري بون ريزولتا بالنسبه لرولان غاروس نتاع السنه. بعد شويه نحكيوا على الكره نحكيوا على مباراه اولمبي البيجي والنادي الافريقي وتعيينات الحكام بعد الفصل. بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. الثمانية EFM سبور بلس. السلام مرحبا من جديد في سبور بلس. اليوم صاروا تعيينات الحكام تاع المباريات المتاخره غدوه بعد غدوه الاولمبي البيجي نادي الافريقي مباراه تكون باداره يسري بوعلي حكم الفار فرج عبد اللوي وبعد غدوه ترجي اتحاد بنقردين في ملعب رادس الحكم باش يكون هيثم القصعي وايمن النصري باش يكون حكم الفار. عندك تعليق على تعيين هذا وليد؟ والله عندي بعض الملاحظات. انا راني ديما نحب نبتعد على نظريه المؤامره لكن ديما نرجع نقول اللي ساعات اللجنه الوطنيه للتحكيم والتعيينات تحط روحها ساعات في مواقف تنجم تتفاداها بسهوله معناتها به يسري بوعلي اللي كان موجود في كاس افريقيا للاصاغر مؤخرا ورجع دونك من ربيطة سوسة تحطوا للقاء النادي الافريقي والاولمبي البيجي النجم الساحلي الاولاني النادي الافريقي ثاني الحكم من رابطة سوسة. علاش من رابطة سوسة؟ معناتها عندنا رابطة صفاقس جابس تونس دونك عليه التعيين من رابطة سوسة باش تخلي اليوم الناس تحكي وتتكلم وحتى كان الحكم يعمل غلطة على حسن نية اكيد انه في مقابلة في الواقع دي دونك الشيء اللي صاير اكيد انه باش تمشي السوء النية دونك ان شاء الله الحاجة هذه ما تأثرش غدوة على مردود يسري بوعلي كيف كيف هيثم القصعي الترجي الرياضي والاتحاد الرياضي المونستيري يلعبوا نهار لحد تجي في المقابلة اللي تسبق المقابلة هذه تحط حكم من ربيط المونستير معناتها كيف كيف تعيين كنا نجموا نتفاداوه. ما فهمتش عليهش اللجنة التعيينات مصرة في كل مرة انها تفتح باب التاويلات واحدة واحدة رغم معناتها عنا العدد كبير من الحكام اللي نجموا يديروا المقابلات هذه. نعملوا طالع على الترتيب. إذن غدوة الأولمبي البيجي يستضيف النادي الأفريقي سمير السليمي مع العلم أنه نهاية الأسبوع داروا زوز مباريات في إطار نفس الجولة نادي الصفاقسي ونجم الساحلي 1-1 واتحاد طاوين هزام في ميدانه بثلاثية ضد الاتحاد الرياضي المنسيري. حاليا الترتيب لتوالف الصدارة 20 نقطة 15 نقطة النادي الأفريقي 15 للمستير 14 للترجي 14 لاتحاد بنقردين ومنافس النادي الافريقي غدوه الاولمبي البيجي في رصيده 10 نقاط. الاولمبي البيجي منتشي بفوزه ضد الترجي منتشي بفرحته بتتويجه بكاس تونس باش يواجه النادي الافريقي وباش يستقبل النادي الافريقي من اجل تاكيد البيرفورمانس نتاعو الاولمبي البيجي. صحيح. اولا الساعه على مستوى حظوظ الفرق الكل هم الفرق الكل عندهم الحظوظ ربما بنسب متفاوته ما عدا تطاوين. الفرق بالنقاط بين نباجة السابع في الترتيب وبين النجم متصدر الترتيب 10 نقاط مازالوا 7 جولات معناها مازالوا 21 نقطة في الـ في الـ في الميزان وبالتالي حظوظ باجة حتى على مستوى المرتبة الأولى والثانية حظوظ موجودة وليد وي موجود. وي موجودة بالطبيعة قائمة. النقطة الثانية المهمة كيفية تعامل الأولمبي البيجي مع بعد فرحة الانتصار في النهائي. نجم الانتصار هذايا يعطي جوانح للأولمبي البيجي في الإيجابي وبالتالي يقدم ماتش كبير كيما ربما لوفوري أيوة ربما الانتصار على الترجي في النهائي والفرحة وكل الأمور هذه تأثر على الفريق وتخليه ربما ما يقدمش المردود نتاعو. كيفية تحضير الماتش كيفية تحضير اللاعبين على المستوى الفردي والمستوى الجماعي ذهنيا خاصة وانا شخصيا عشتها شيء ذايا والماتش اللي بعد التتويج يكون ماتش صعيب ياسر يكون ماتش صعيب ياسر. توا على المستوى الفني النادي الافريقي خذا وقته على مستوى التحضير هذا مما لا شك والاختلاف فيه. سعيد السايبي خذا وقته على مستوى التحضير للماتش هذايا على عكس الاولمبي البيجي اللي كان همه الكبير هو النهائي. واحد اثنين بيجة تألقت مع الفرق
الفرق القوية. إيش معناها الفرق القوية؟ الفرق اللي تحب تفرض أسلوبها. نعطيك الأمثلة كثيرة. مع الترجي في باجة، باجة ما هجمتش، باجة قعدت تستنى. في الترجي خذ اللعبة عندك. حتى في باجة، باجة مع النادي الرياضي صفاقسي في صفاقس في الكاس، عطت الكرة لصفاقس وقعدت تستنى. باجة نفس الشيء مع النادي الإفريقي في رادس، قعدت تستنى. لكن باجة مع النادي الإفريقي وانتصار النادي الإفريقي اللي هو في باجة على مستوى البطولة، باجة تقدمت حبة تلعب الكرة وانتصرت النادي الإفريقي. هذه معناها ربما سعيد سابي وأكد أنه خمم فيها. فريق قوي على المستوى الدفاعي وقوي على المستوى الكونتر، مقدم له لويش ماتش فيه 90 دقيقة ويمشي ل 95 دقيقة مع فرحة باجة بالانتصار في الكوب، مع دزين الجمهور متاع باجة، يتقدم الأولمبي الباجي، ينجم يتقدم ويخرج على الثوابت متاعه. ينجم ينجم يلعب على النقطة دي. يعني سعيد السيبي مؤكد نقطة ذهنية، مؤكد ذهنية تكتيكية. ربما باجة تقول لك بداية الماتش الإفريقي باش يضغط ويحب يماركيلي، نشدنا التالي ونستنى. كي ترى النادي الإفريقي قاعد التالي كذلك، هو قاعد يستنى في الثغرات وفي الضربات القاضية بالمرتدات. ينجم ربما مع الوقت، مع الجمهور، مع الحماس نتاع الكاس، مع فرحة الناس الكل في باجة، يتقدم الأولمبي الباجي. ونستحضر الماتش اللي حكينا عليه نتاع الإفريقي وباجة على مستوى البطولة وانتصار 3-2 انتصار نتاع النادي الإفريقي. كيفية التعامل خشيرم وفريق باجة ذهنيا بدنيا تكتيكيا مع الماتش هذايا، هل أنه مش يلعب على المستوى الهجومي أو مش يقعد يستنى في النادي الإفريقي موضوع، ثم النادي الإفريقي وكيفية التعامل سعيد السايبي. الماتش ماهوش باش يكون ساهر بالكل، عزوز فرق، لكن المشكل الأساسي توا عند باجة. علاش عند باجة؟ الشيء اللي حكيت عليه، كيفاش باش يكون مردود الأولمبي الباجي وتركيز الأولمبي الباجي في الماتش هذايا طيلة 90 ولا 95 دقيقة. هذاك علاش المباراة باش تلعب من الجوانب الذهنية، خاصة على الأولمبي الباجي كيفاش يخرج روحه مكلفه غير ديجا نهارين قبل المباراة. الملاعبية في بلاتوات كانوا بحضانا البارح، مشاو لتاسعة كذا، تركيز هنايا، خدمة عند الملاعبية، خدمة عند الإطار الفني. غيابات حمدي العبيدي، الغندري، العقربي وسنانة بالنسبة للنادي الإفريقي. مزوز أهم لاعبين في النادي الإفريقي، نادر الغندري وحمدي العبيدي، صحيح. واحد على المستوى الدفاعي وواحد هو اللي تقريبا يسجل في كل الاهداف في الفتره الاخيره في النادي الافريقي، وهو اللي يعمل الفارق في النادي الافريقي. وهنا سعيد كيفاش يتصرف من حيث الحلول الفرديه ومن حيث الحلول الجماعيه، لانه البروفيل تاع حمدي العبيدي تقريبا في الافكتيف الموجود حاليا مش موجود في الرصيد البشري تاع النادي الافريقي، ولو هنا الجماهير تاع النادي الافريقي تحب تشوف اللاعب اللغز معناتها سمير اليون مباي، اللاعب السنغالي هذايا اللي الحقيقه مع النخبة تقريبا كل أسبوع يسجل، كل أسبوع يتعلق، عنده تقريبا سنة ونصف ولا سنتين، لكن في الأكابر مريناش تقريبا بالكل، ما سجلش. ما نتصورش هنا كان مدربين الكر اللي مروا على النادي الإفريقي لقاوا لاعب ينجم يعطي الإضافة للأكابر تاع النادي الإفريقي وما لعبوهش. كيفاش باش يتعامل سعيد السيبي مع الوضعية هذه؟ كيفاش باش، هل باش يبدل طريقة اللعب؟ هل باش يعتمد ربما على لاعبين أخرين كقلب هجوم، يمكن علي العمري، يمكن محمد علي العمري اللاعب الشاب، يمكن اليون بايخ وفرصة اللي أول مرة هنا. أكيد سعيد سيبي على المستوى الدفاعي في غياب نادر وعلى المستوى الهجومي في غياب حمدي العبيدي مش باش يلقى الحقيقة سهولة أنه يحط الحديش متاعه. في المقابل الأولمبي الباجي يستعيد أكيد عثمان كومباسا برصيد بشري تقريبا كامل ومتكامل كما قال سمير. كيفاش باش يجري الفرحه؟ تنجم الفرحه تهزوا الاثنين هذه كيما تنجم تهزوا الاثنين اخرى. هنا دور المدرب وحتى اللاعبين بينات بعضهم باش يرجعوا في ساعه اقبل لقاء نادي الافريقي. غدا اذا المباراه في ملعب باجا الكميتي مع الاربعه نتاع العشيه، الاولمبي الباجي يستضيف النادي الافريقي كما قلنا دونك باداره الحكم يسري بوعلي وفرج عبد اللوي باش يكون حكم الفار. نهار الخميس الترجي الرياضي التونسي يواجه اتحاد حاد بن قردان في ملعب رادس انطلاقا من الخمسة متاع العشية. ونحن نحكيه على الترجي، والبارح زادة كنا حكينا على تعيين طارق ثابت في خطة مدير رياضي، حوار أجراه المدير الرياضي الجديد في الموقع الرسمي للترجي الرياضي التونسي. حوار مطول هو وليد، فيه 9 دقائق تحدث على عديد من المعطيات. أبرز ما جاء في الحوار نسمعوه كما قلنا دونك في الحوار اللي أجراه مع الصفحة الرسمية للنادي. نعود
نقول لكم نطمنكم اللي راهي فما نية واضحة لتجديد الفريق وإدخال عناصر مهمة جدا داخل الفريق. هذا لاحظته على رئيس النادي نهار اللي جلست معاه يمكن مدة ساعتين ونص، حكينا في مستقبل الفريق، نعرفوا الناس كل حقيقتنا اليوم، نعرفوا اللي فريقنا يمر معناتها بفترة فراغ، لكن بإذن الله ما تدومش. اللي نوعد به الجمهور متاعنا إن شاء الله في الخدمة المستقبلية اللي فما راهي حاجة معناتها واضحة واستراتيجية واضحة ومشروع واضح، سواء في الفريق الأول سواء في الفريق الأول اللي هو فريق الأكابر، في نفس الوقت في الفرق معناتها في الفئات السنية متاعنا باش غدوة الحي نجموا نطلعوا أجيال مجدية معناتها جينا خاطر مش كان انتدابات من برا، لكن يلزم عنا أنا بالنسبة لي نجاحي بالنسبة لي كطارق ثابت هو انتداب العناصر الجيدة من الفئات السنية متاعنا من الجون متاعنا، وهذه أهم حاجة عندنا. في نفس الوقت راهي سهلة باش نجيبوا الملاعبية، لكن بإذن الله الملاعبية اللي باش تجي للفريق باش تكون جلسة مع المدرب، خاطر المدرب هو اللي يخدم، راهو ماناش باش نجيبوا ملاعبية هو كاكا برا باش معناتها ملاعبية هاي تلعب، لا يلزم تكون عنده كاركتير ملاعب في الاسبيرونس يتكلم عندي مش ما عندوش شخصيه ما نجمش يلعب، اكيد باش يكون عندنا كشافين عندنا هذيه لازمها ترجع شكون ملاعبين نمشوا نتفرجوا نتنقلوا لماذا ما نتنقلوش حتى الفريق هذا كل رانا انا واحد من الناس في تفكيري راني نحب نعمله في الترجي ان شاء الله. احنا تو اليوم صحيح يمكن نبدلوا حتى 10 12 ملاعب معناتها ملاعبيه تو كنشوف ان الفريق صراحه كامل الاحترامات الموجودين راني منكم انا ملاعبي كنت ملاعبي لكن نعرف الملاعب في الترجي كيفاش لازم يكون ما يتغشش مني حتى حد. نبدأ بآخر نقطة حكى عليها طارق ثابت سمير، قال مع احترامي الملاعبين الموجودين حاليا لكن أنا كطارق ثابت لعبت في الترجي ونعرف شو معناتها الترجي، راهو لازم ثم بروفيل معين تعمل لعبي، لازم ثم كاركتير معين تعمل لعبي، أي فما الرسائل مشفرة بالنسبة لعدد من اللاعبين. هل هي في وقتها؟ هل هي في وقتها مازال 7 جولات على البطولة؟ اي فما رسائل صحيح تساؤلك في محل وليد، ولكن فما رسائل مشفرة انه فما عدد من اللاعبين مكانهم ما عادش موجود في الترجي الرياضي التونسي وما قدموش الإضافة، وهذه معلومة يعرفوها القاسي والداني. لكن سؤال الأهم قديش الملاعبين ذوما ملاعب زوز هو اش قال عدد من اللاعبين ذوليا قال 10 12 تقريبا هو قال النجم اليوم في الترجي نحيو 12 ملاعب ونجيبوا 12 ملاعب هانيش قلت لك يعني دونك العدد ضمنيا هذاك دونك العدد فوق ال 10 لاعبين باش يخرجوا من الترجي ونعوضوهم باش ب 10 لاعبين اخرين شكونهم قادرين على تقديم الاضافه للترجي التونسي. وينهم هذوم؟ بطوله تونسيه ولا البطولة الأجنبية ولا البطولة متاع إفريقيا ولا وين؟ هذا السؤال اللي طارق يلزم يجاوب عليه. ثم في حد ذاته تغيير 10 لاعبين بعشرة لاعبين أخرين يلزم وقت باش يتأقلموا باش الترجي يرجع العنف وين متاعه. جمهور الترجي ما يستناكش، يحب العام الجاي يلعب شامبيونز ليج ويحب العام الجاي يلعب على البطولة ويحب العام الجاي. هل أنه طارق ثابت قادر على تلبية الحاجات هذوما الكل؟ هذا على مستوى كلامه هو أنا ما قلت حتى شيء. ثم يتكلم طارق في أشياء مهمة على ربما توجهاته أو أفكاره على مستوى الانتداب للشبان في أصناف الشابة، وهذا شيء معمول به في كل الفرق تقريبا الإفريقي الإتوال للسفاقسي الإسبرانس، يأخذوا أبرز اللاعبين على مستوى الجمهورية من المنتخبات ومن المنتخبات الجهوية يدمجوهم تدريجيا، وهذا على المستوى المتوسط وطويل المدى. الشانتي الكبير بالنسبة لطارق بالتعاون هو قال عليها بالتعاون مع معين بالتشاور مع معين هو كيفاش الإسبرانس تخرج من هالفترة الانتقالية، والفترة الانتقالية متاع الاسبيرانس هذية راهو يلزم فما خطة استباقية توفيت الفوت خطة استباقية شنية الفرق الكبيرة الكل ما تبدلش 10 و11 و12 لاعب، تغيير يكون تغيير تدريجي باش تضخ دماء جديدة ويخرجوا بعض اللاعبين ويدخلوا بعض اللاعبين في نفس الوقت الفريق يحافظ على توازنه وعلى قوته وعلى تنافسيته. إيه إذا كان الفريق ما فيهش إذا كان العشرة هذوما ولا الاثناش ما يستحقوش. ثم نقطة أخرى زيدا وليد خلت نقشها معاك اللي هو أوكي ثم 10 13 لاعب 12 لاعب بامبورتون هو النوبر، لكن ما بين الثوابت معناها الثوابت هم في حديثهم في نهاية عقد معناتها الحديث على برمضان عنده بلاصة في الترجي لا نقاش فيه حمد الله نيكوليبالي كذا هذوما نهاية عقد غيلان وغيلان الشعلالي ونهاية عقد يعني ديجا الثوابت اللي هما أور 12 ولا 13
ديجا فيهم فيهم ما يتحكي، وعلى ما عندي معلومات ما فهميش اتصالات رسمية ولا اقتراحات صارت وليد. اي كلامك صحيح صحيح. هاي من وين نذكروا انه حتى على مستوى الانتدابات هي كان 8 معناتها عندك الحق في فترة الميركاتو تجيب 8، لكن مع الكورونا سمير وقتها رفعوا العشرة انتدابات نحكي على مستوى الأكابر في مستوى أقل من 21 سنة تنجم معناتها تنتدب عندك عدد كبير هنا من انتدابات. أكيد الانتدابات نجم تكون موجهة كما قال طارق ثابت الملاعبية لأقل من 21 سنة مثلا المنتخب تاع 2003، ربما في العديد من اللاعبين اللي الحقيقة ينجموا يلعبوا ينجموا يكونوا موجودين في الترجي الذي تونسي. كيف كيف على مستوى الأجانب كنا حكينا فهم 8 لاعبين اليوم عندهم عقود مع الترجي الرياضي أجانب، كيفاش بشي قاعد تعامل معهم تقريبا باستثناء لاعب أو اثنين الحقيقة الباقي ما أقنعوش معناته مش في مستوى وقيمة الترجي الرياضي التونسي، لأنه أجنبي في الترجي الرياضي التونسي لازم يكون خير برشا من الموجود توا وخير من اللاعبين توانسة في المكان هذاك سينو معناتها حكاية فارغة. كيفاش بشي قاعد تعامل الكلام اللي سمعناه به ان شاء الله طارق يكون قادر انه يجسم على ارض الواقع دونك اكيد انه مش باش يكون واحد، واكيد باش تكون معه انا حسب معلوماتي لجنه فيها زوز او ثلاثه اخرين. ولو انا بالنسبه للكلام اللي تقال على خليل شمام اللي منتظر انه باش يتعين او يقع الاعلان على تعيينه في الفتره الجايه مش باش تبدا برشا الحكايه، انه راه باش يكون اكثر في دور التنسيقي باش يكون اكثر قريب معناتها الفرع كره القدم كابر باش يكون موجود ينسق بين اللاعبين والاداره بين اللاعبين ورئيس النادي بعيد شويه على ديريكسيون سبورتيف ينجم يكون موجود ينجم يكون يعتراف، لكن باش يكون الدور نتاعو اداري وباش يكون قريب برشا لاكابر الترجي التونسي كره القدم. بسرعه سمير ملاحظه في 10 ثواني كلام طارق ثابت مرتبط بطبيعه الحال بكلامه مع رئيس الترجي اي قال قعدت 3 اسابيع 10 ملاعبيه باش يخرجوا اللي في نهايه عقد نهايه عقدك متفاهمين فيهم اللي ماهوش في نهايه عقد فسخ العقد فلوس اي ملاعبيه 10 ملاعبيه جدد باش تجيبهم في قيمه الترجي وطموحات الترجي برشا فلوس، فبالتالي لابد من الانتباه من النقطه ذي ولا بد من استراتيجيه وعقليه المخنيه فما جانب ربي ما عادش عندنا وقت يفضلك يفضلك عندنا زوج تليفونات يسالني في 30 ثانيه هنا كيما راهو انك تجيب الملاعبيه وتعمل ريكروتمون وانتدابات باهين راهو فن، زاد الجانب نتاع التسويق اللاعبين وانك ما تفسخش مباشره وتسوق وتسلف ملاعبيه وتلقى لهم وين تلقى وين تحطهم وين معناتها تبلاسيهم ملاعبيه هو كذلك فن فن اصعب وهنا الحقيقه هنا الحقيقه الاهلي في الحكايه هذه الاهلي الحقيقه في الحكايه هذه يعطي دروس معناتها الحقيقه امير توفيق في الحكايه هذه ما ثماش ملاعبي يفسق وياخذ فلوس ويمشي على روحه. باش نقعدوا في الاجواء نتاع الكره نتاع البطوله لكن باش نحكيوا على ملحمة ممسوسه نحكيوا على اولمبيك سيدي بوزيد. تعرفوا الناس الكل هو معناتها تدحرج الفريقان الى الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم ما حكيناش عليهم سمير حمام سوسه واولمبيك سيدي بوزيد نحكيوا عليهم توتسويت في التاكوتاك. تاكوتاك سؤال سهل جدا، سقوط امل حمام سوسه واولمبيك سيدي بوزيد للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم بالاضافه الى مستقبل رجيش وكذلك هلال الشابه، هل تعتبر سقوط حمام سوسه وسيدي بوزيد مستحق بالنظر لما قدموه طيله الموسم هذايا؟ نعم ام لا؟ الاجابه على السؤال هذا في 40 ثانيه لكل من سمير السليمي ووليد القرفيل باش يكون معنا بالهاتف بعد شويه، محمد امين تريتر قائد فريق امل حمام سوسه نرجع مع على اسباب بالسقوط هذايا. وليد سقوط مستحق نعم ام لا؟ 3-2-1 توب كرون. هو مستحق حتى باعتراف الناس معناتها في حمام سوسه وسيدي بوزيد معناتها حتى عبد الحي العتيري مدرب حمام سوسه قال ما طيحنا حتى احنا روحنا مشاكل صارت الحقيقه على المستوى الاداري حتى بين ابناء النادي حتى على المستوى الرياضي الحقيقه راهو فيه عناصر مش خايبه من حمام سوسه. تفرجت فيه هنا في 3 أو 4 مقابلات كنت حاضر حتى في لقاء حمام سوسه وسليمان في سليمان وتفرجت على الفريق فيه عناصر لكن تحس انه الجو سمير بصفه عامه ماهوش جو باهي في الفريق للاسف نتاسفوا بالنسبه ليكم لكن الحقيقه ما ظلمهم حد. سيدي بوزيد ربما اللي صار للرئيس النادي اثر على المسيره تاع الفريق، نعرفوا انه رئيس النادي في فتره من الفترات دخل السجن اثر هذا على المستوى الاداري كما اثر على رجيش في مرحله معينه. يعني سقوط مستحق مستحق توفيق الراي والا لا؟ سمير سليمي 3-2-1 توب كرونو. بطبيعه الحال في جانب كبير كنشوف الانديه الكل اللي طاحت القسم الثاني نفس تقريبا المشاكل على خلاف هلال الشابه.
الفرق الباقي الاخرى كلها مشاكل اداريه، مشاكل ماليه، مشاكل تسييريه، موتيفاسيون للملاعبيه. نتكلموا بار اكزومبل على حمام سوسه، تفرجها برشا ماتشات، سي دي جون ممتازين برشا، كان جا فما دعم مادي واحاطه ولهوه، حمام سوسه كانت نجم تضمن البقاء نتاعها. الكرة في تونس حاليا تعتمد على زوز والثلاثة حاجات أساسية: حسن التسيير، الميزانية، والإحاطة باللاعبين وجلب اللاعبين. هذوما ما توفروش في الأندية اللي كانت عندها مشاكل، ومنها حمام سوسة، مع إضافة مشكل رئيس نادي سيدي بوزيد اللي تعرج عليه وليد، اللي هو مهم برشا، خلى الفريق ربما يعرف مشاكل. نتائج تصويت الجمهور: 67% يقولوا نعم نزول مستحق لحمام سوسة أولمبيك سيدي بوزيد، 33% يقولوا لا غير مستحق. باش يكون معنا بالهاتف مباشرة محمد أمين تريتر، قائد فريق عمل حمام سوسة. مساء الخير، مرحبا محمد أمين. عسلامة أخويا، وعسلامة كل ضيوف نتاعك ومستمعين إي إف إم. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شكرا على التدخل معنا. أنت قائد فريق وكنت حاضر الموسم الكامل، دون الدخول أكثر في تفاصيل وكوزينة نتاع عمل حمام سوسة، لكن أكيد ثم أسباب وفما تراكمات أدت إلى سقوط عمل حمام سوسة، خاصة أنه التناقض البارادوكس اللي صار أنه كنت قرب برشا من البلاي أوف، فلقيتوا رايحكم في الرابطة المحترفة الثانية. هل النقطة ذي هي نقطة التحول اللي صارت في سيزون تاع سنة؟ والله الحقيقة كما قلت أنت، يمكن في ماتش بركة كنا في البلاي أوف ولينا نلعب على البلاي أوف، برشا أطراف هي وبرشا أسباب خلتنا ننزلوا للدرجة الثانية، منها الأسباب الإدارية بصفة رئيسية، خاطر في جمعيات كي تبدأ عندك نقص خبرة، ما نحبش نقول حاجة أخرى، نقص خبرة إدارية يمكن تضيعك شوية. يعني كجوار نجم نحكي كان على الكورة مية، والخيين لخصوا لك برشا حاجات فيزك الخبرة متاعهم وتمارسهم في الكورة. الأسباب إدارية بما معناه محمد أمين؟ فلوس، رتار دو سالير، وعود ما صارتش في الكورة. في الكورة بصفة عامة فما رتار دو سالير وفما برشا الحكاية هذوما، مي فما الكوتي مورال والكوتي مونتال أهم برشا من الفلوس. نحنا يمكن الحاجة نقصتنا سنة مورالمون، كنا كجوارات وحدنا شوية بويسك من حد نظلم حد، بويسك خدمة الرئيس متاعنا سي نور الدين وتخليه ديما معناتها مش موجود برشا، يمكن كان جاي واقف أكثر معناتها معانا، وحتى بالكلمة كنا نجم نعمل ديريزي التأخير. كوتي فلوس يمكن تأثر بويسك معناتها فما نقص خبرة شوية في جوارات، جروب مش كبير برشا، في شوية عناصر خبرة، ما كي تتراكم الحاجات تأثر بالباهي. التراكمات فوالا، يعني تراكمات، يعني زاد نزيدهم الحقيقة، ثم مشاكل، ثم انقسامات داخلية داخل الفريق، أسوبون معناتها أثروا عليكم، أنت لاعب خبرة، معاك مكرم البديري، معاك المثناني، معاكم مش ديفيزافي، يعني مش ديفيزافي، مش حتى أطراف تحكي معاك ككوادر، أسوبون ما لقيتوش عبد تحكيوا معاه معناها وتوضحوا الأمور قبل ما توصلوا للطيوح، خاطر الاختار كان موجود معناه. الحقيقة باش ما نكذبش عليك، احنا كجوارات ما بعدنا سوليزير الاخر ماتش كونتر بنزرت مع الريزلت اللي وفات الاخرانية، ما حابينش نطيشوا بعضنا، ما يمكن الوقت اللي نحكيو فيه ولا الوقت المناسب اللي لازم نحكيو فيه ما صارش، خاطر ساعات الحديث يجي روتار، ساعات المواقف تصير روتار، يمكن اثرت علينا. نقول لك حاجات إدارية ما نحبش معنا نسبة الأطراف، صفة كبيرة برشا معناتها نقص خبرة، نجم نقول نقص خبرة كمسيرين أول عام معناتها في الكرة، باش ما ذيك اللي أثرت علينا كجوارات، ما نحن نتحملوا مسؤولية جوارات مع الناس الكل، يمكن قصرنا في ماتشوات يمكن ما قصرناش، ما نأكد لك اللي ما دخلناش الحقيقة الأخرانية على المانتيان، الحمد لله على اللي كتب امين. لو كانت اهلتوا الى البلاي اوف، هل كان يصير هذه الكل المشاكل هذه كانت تنجم تكون زاده موجوده حتى انتم موجودين في البلاي اوف الى الليان، وكنتوا المباراه المفصليه مباراه نادي الصفاقسي في امل في حمام سوسه، اللعبه وقت اللي كنتوا متقدمين في النتيجه وكنتوا قراب بالكدا للبلاي اوف، رجعت عليكم نادي رياضي الصفاقسي، المباراه هذيك اللي قربتوا بها بالكدا في البلاي اوف، لو تاهلتوا للبلاي اوف هل كان يصير هذا الكل؟ اش باش نقول لك، بحكم معرفتي بحمام سوسه نتصور ما يصيرش، خاطر الناس كل سوالي فرحانه والوبجيكتيف
يكبر. يمكن كما قلت انت ترى ماتش الصفاقس هو اللي بدل كل شيء. كاو تعدل لك تيكيب في الدقيقه 94 معناها تحرمت من بلاي اوف. صعيبه برشا باش تقبلها برشا جوهرات صغار معناها يمكن كيلك جوهر يجمو يتقبلوها ما ستهم برشا حتى كنت اداره معناها طموحات تبدلت ولا ديغوتي شويه فهمت الحاجات هذوما الكل تاثر اون بليس المسؤول تحسه توا في الكوره يخمم بعقليه الجمهور لازموش يخمم هكاكا. كاو ان شاء الله جاي خير وكاو شو نقول ان شاء الله جاي خير بالنسبه لي امال حمام سوسه يعطيك صحة محمد امين تريتر قائد فريق امال حمام سوسه كذلك باش ناخذوا معنا سي صفوان الحسيني ناطق رسمي لاولمبيك سيدي بوزيد كذلك في اطار في نفس الاطار وفي نفس الموضوع. مساء الخير مرحبا سي صفوان. مساء الخير اخويا تحيه ليك ولكافه المستمعين في عرفان مرحبا يا اهلا وسهلا. في نفس الاطار سقوط لاولمبيك سيدي بوزيد هل كان منتظر ولا لا الحقيقه بالنظر لما عاش اولمبيك سيدي بوزيد طيله هذا الموسم مشاكل اداريه الاشكال اللي دخل فيه رئيس النادي هل كنتوا تستناوا الحقيقه سقوطكم للرابطه الثانيه ولا لا؟ والله الحقيقة هي كما كنت تحكي أنت كل الظروف والعوامل كانت ضد فريق أولمبيك سيدي بوزيد وكان يحافظ على يمكن تواجده في الرابطة المحترفة الأولى. بون سانتا مومون طمعنا وكنا قراب برشا للانتيان ضيعنا برشا لقاءات خاصة ضد منافسين مباشرين على أرضية ميدان. أما خلينا نبدو من أول سيزون فريق نيكاستيل ما كانش صحيحة 100% خاصة في ابتداء بعض اللاعبين وبالاخص في خروج بعض ركائز الفريق خلينا نذكر منهم على سبيل الذكر ركيز الفريق كان في الفريق العروسي الباجوجي اللي مشى للرابطه الثانيه وكان هداف الرابطه الثانيه كان وجوده مهم جدا مؤثر جدا في الفريق خاصه كوتي فيستير وكوتي سيطر على الجروب ويعاون برشا الهيئه المديره. زد على ذلك كما كنت تحكي حديث لقاء في الجمعيه اللي كانت رمت بدلالها وكانت فيها كبيره على مستقبل الفريق خاصة انه جات في بداية شهر صافي معنا نقولوا مع التريك ومع الميركاتو خلنا مديرة جديدة لقينا كاس ثلاثة وضعية مالية تحب برشا مع زدت على ذلك في التريك كتاب خاطر واحنا الملاعبين لقيناهم جالسين معنا حوالي ثلاث أسابيع الفلوس اللي خليني نقول في الفرنسيز نقول صرفنا فيها في الفيرود هذيك في عوق باش نعملوا بها في دبات خلطنا بها الملاعبين بتاعنا تصرفنا بالموجود دخلنا للسوق لقينا سعر كم من وكيف حاولنا عملنا بعض الانتدابات في ديبوست سي بي ما وفقناش ربي باش نحافظوا على الفريق في مكان والله غالب بعدين كنا نحن ربحنا زد على ذلك في تعليق صغير في سمير نقول له راهو في الرابطه الاولى يلزم تكون عنده تسير وميزانيه قويه وحاط باللاعبين ويلزم تكون قويه برشا في الكوليس اليوم تظلمنا برشا ومحتاجيناش تظلمنا برشا خاصه خلينا نقول في سليمان مباراه سليمان كونكيرون ديريكت معنا حمام سوسو يبعث لك اربيتر من رابط سوسو سيدي فرج عبد اللاوي تعدلنا في الدقيقه 97 سليمان بعد خمسه دقائق وقت بدل ضائع بكثير الوقت بدل ضائع تعدل في الدقيقه 95 مخاطب مباشره مباراه النادي بنزرت كبرها سيدنا عزيز يحرمنا من هدف شرعي ما فيش حتى كلام بدايه الفيلم الموجود الهدف على منصه ديوان حسان كيف مباراة النجم المتلوي سيد هاتم ديرات يحرمنا من هدف ومن ضربة جزاء غير مولنا يوفى زاد مقابلة توفى تعادل هذا بارني معناها الحاجات اللي أثروا برشا زاد على ذلك في مرحلة أخرى زاد من الموسم ما خروج برشا من لاعبين ركائز كما كاوا كما سعد الشعباني كما خالد منصور كما كنزيور كما الحارس الثاني ياسين الديناري كما المهاجم ما نجم نسمع وضعهم بلاعبين على الأقل في مستواهم هو باش نحافظوا أموال على نصاق نتاعنا قال لك قلب احنا شنو نقول نعتذروا برشا من جماهيرنا ما قصرناش بذلنا جهدنا كهيئه مديره كرئيس جمعيه كمحيطين زد على ذلك الدعم المالي ما فماش صحيح جدا ويتعدوا على اصابع ديال العمال اللي عاونونا ما علينا كان راس وروحنا وخموا برشا ما تم زلت انتخاب بيالي لازم نعملوا تقييم صحيح ونعملوا برمجه صحيحه في مشاركتنا في الارض اما كيفاش نجموا نبقوا في الارض هذا شنو لازم نقول لك
اي هذا الاهم. يعطيك صحه سي صفوان الحسيني ناطق رسمي لاولمبيك سيدي بوزيد، ان شاء الله عوده سريعه للرابطه الاولى. نفس الشيء بالنسبه لي امل حمام سوسه. في 20 ثانيه لكل واحد، شنو ممكن نستنتجوا من دروس من امل حمام سوسه ومن اولمبيك سيدي بوزيد؟ شنو اللي الانديه تنجم تستنتجوا من السيزون تاع سنه ومن الكلام اللي كنا نسمعوا فيه سمير؟ حكايه سهله برشا. نجاح رجيش في فترة من الفترات، نجاح سليمان في فترة من الفترات، نجاح المستيري في فترة من الفترات، ولا حد النجاح موجود. حتى سيدي بوزيد من الأول بديت. النجاح بيجا سهلة الكرة، سهلة وصعيبة في نفس الوقت. تخطط، تحضر ميزانيتك، تحضر جو العام تاع فريق، تقوم بانتدابات وتعمل ظروف متاع عمل لموسم وموسمين وثلاثة وأربعة مواسم. وبالتالي السؤال الجوهري لهنا وتكلم عليه توا الناطق الرسمي لسيدي بوزيد هو العام الجاي كيفاش باش نطلعوا، لكن الاهم كيفاش باش نقعدوا. ان شاء الله ربي يوفقهم. انا موافق تماما انه بعد ما تخدم الخدمه هذه كل فما كواليس وفما اجواء وهذا كل متفقين فيها وانا موافق تماما. مالوريزمون هذيك كورتنا، ما الاسباب الحقيقيه الرئيسيه تلعب فوق الملعب. ان شاء الله بالتوفيق لحمام سوسه وبالتوفيق لسيدي بوزيد. نفس السؤال وليد، شنو اهم استنتاج انت خرجت؟ أهم استنتاج أنه كيغيب الاستقرار خاصة على المستوى الإداري، لأنه أنت حكيت أيمن على الفلوس، لو جمعية الكل عندها مشاكل تاع فلوس، أما كل قدير وقدر، فما شكون عنده روتار بشهرين، فما ثلاثة فما أربعة، لكن الجمعيات الكل بكبيرة وصغيرة عندها مشاكل مالية. لكن كي تبدأ المشاكل على المستوى الإداري بالنسبة لحمام سوسة ظهر فما انقسامات بين الهيئة المديرة وربما حتى هيئات سابقة اللي ما خلتش الهيئة هذه تخدم، وهذا موجود راه في عديد من الفرق ناس تضرب بعضها. في سيدي بوزيد كيف مشاكل على المستوى الاداري، ولقاو قال لك لقينا الكاسه فارغه حتى باش نعملوا انتدابات، فضلنا نخلصوا اللاعبين. دونك راهو الاداري ياثر على الرياضي مزيد. راهو الحاجه اللي باقي الحقيقه انا مانيش فاهمها، علاش البلاي اوف بالفار وبلاي اوت من غير فار؟ هذا سؤال يطرح نفسه، وهذا يخلي راهو نتائج تاع بعض المقابلات الحقيقه نجم ما تعكسش الاداء تاع الفرق والمردود تاع الفرق، وينجم يبدل الحقيقه النتائج حتى على حسن نيه مش حتى على سوء نيه، لانه الاربيتر ما يرجعش ويشوف اللقطه ويثبت منها وربما يبدل القرار نتاعو. واضح جدا. نخرج فاصل، ثم بعد الفاصل باش نحكي على مباراة غدوة تونس البرازيل، مونديال أقل من 20 سنة، عندنا رقم مهم جدا ومثير للجدل باش نكتشفوه مع بعضنا بعد الفاصل. بعد شوية نكملين في سبور بلوس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. مثنى للجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل EFM سبور بلس أيمن زروق. مرحبا من جديد في سبور بلس 7:51 دقيقة على EFM. 2000 كيلومتر الرقم بتاعنا لليوم. شيفر دو جور 1000 كيلومتر فوا 2 وزوز رحلات جوية داخلية. منتخبنا لعب في مدينة زوز مباريات الأولى في لابلاتا، ثم تحول في مباراة الأوروغواي إلى مدينة مندوزا بالطيارة ساعة ونص ساعتين، ثم مباراة البرازيل باش يتلعب في نفس المدينة في نفس الصد لعبنا فيه ضد لونغلوتير وضد العراق اللي هي في مدينة لابلاتا في بوينوس آيرس. المسافة 1000 كيلومتر كي تتعمل ألي روتور في ظرف قصير من المدة، واللي 2000 كيلومتر وزوز رحلات جوية. المعتاد يتحدث عليه دكتور شملي، كذلك المعد البدني هشام غزية، هل يؤثر وإلا لا؟ نسمعوا المعد البدني لمنتخب الأواسط. بالنسبة للدور الثاني توا مباشرة بعد مباراة الأوروغواي جينا في الاستشفاء نتاعنا، عملنا اليوم حصة تاع ريجينيراسيون، إن شاء الله الأولاد يتجاوبوا معها كما يلزم. الحقيقة السفر هذا يزيد يثقل الكاهل نتاعنا، مش قاعد يخدم في صالحنا. تعرفوا أنه احنا جينا من لابلاتا لعبنا خذينا نهار سفر وحصة برك نتاع أونترينمون، بعديك لعبنا مباراة الأوروغواي، توا نفس القصة باش تتعاود. أنا قاعدين في المطار توا فما إجهاد كبير الحقيقة، عندنا حصة برك إن شاء الله غدوة زادة كيف قبل مباراة البرازيل. الخدمة الكل قاعدة كونسونتري على الكوبيراسيون، وان شاء الله الاولاد كما قلت لك يكونوا حاضرين ويتجاوبوا معانا، وان شاء الله نعمل مباراه باهيه. هذا كان هشام غزيه المعد البدني. سمير، هل يؤثر والا لا بالنسبه لمنتخبنا، خاصه انه مش باش نواجهوا اي منافس، باش نواجهوا البرازيل؟ هو من المفروض كما كؤوس العالم ومعظم كؤوس العالم في ليجون ولا حتى في السنيور، كل مجموعه في ملعب تكمل
المجموعة المتصدر يقعد في التيران تاعه، والدوزيام والتروزيام يتحولوا الى ملاعب اخرى. هذيك القاعده اش تقول هكا ولا لا؟ ثم احنا ما كناش متصدرين ولا باش نقعدوا في التيران تاعنا، احنا ترشحنا بعد ما وفي الماتش نتاعنا قعدنا نستناو في فرنسا اش باش تعمل. الملاعبين محضرين في ليجيتهم ويستناو ويستناو معناها جات كادو من عند ربي سبحانه وتعالى، وسيناريو اللي ما كناش نستناو فيه. أكثر من هذا 1000 كيلومتر بالطيارة قداش يلزمها وقت؟ ثلاث سوايع ماكسيموم نتصور. مين با مين با طيارة تعمل هكا تطلع وتعاود تهبط. مين با مين با إذا كان تبدا فوا دو في ظرف قصير معناتها إذا كان تحضر لها تحضر لها مليح وتعرف وقتاش تمشي للمطار نتاعك وتكمل الامور الاداريه واللي باسبور وكذا والامور هذيك كلها تتعدى، ما تقعدش انت 3 سوايع في المطار تستنى، تولي غلطه اداريه. الملاعبيه يخلطوا ديريكت للطياره يطلعوا. اذا كانت تحضر لهم كل شيء انت مربوطه بالتنظيم زاد سمير شويه. أيه. تنظيم بطبيعه الحال هاني قلت لك انا خاطر زاد الدوره جات في اخر وقت راه في الارجنتين ذكروا لاخر لحظه انا شنو قصدي في الاخر بكل وقت اللي عملوا المجموعات لوروغواي ردوا هنا درشنوا واللونجلتير درشنوا ومجموعه حديديه وصعبه وشفنا طول الفرق الكل ابار فريق ولا زوز المستوى ماهوش كبير ياسر. انت قاعد تبع في المونديال نعرف تبع في المونديال منتخبات الكل المونديال تبع. بعد نحكيوا على البرازيل ما فماش منتخب اللي والدليل على ذلك أوزبكستان ترشحت وان شو اسمه نوفيل زيلاند ترشحت والكيان الصهيوني ترشح. معناها ماهيش ما نحبو ما يزمش نسوقوا التأهل نتاعنا اللي جاء بقدرة قادر على انه انجاز ردوا بان ماهوش انجاز، ولكن وما نزمناش نعملوا التبريرات انه باش نلعبوا مع البرازيل سير انا باش نخسر نمشي وندافعوا على الحظوظ نتاعنا. خطوا الكلام نتاع اجهاد وما اجهاد هذه كله يخليني معناها ليه من المسلسلش نمشي ونلعب يا خويا، واذا كان خسرت ما فما حتى مشكل. باهي البرازيل وليد انهزم في الجوله الاولى ضد ايطاليا 3-2، فاز على دومينيك 6 بلاش، فاز على نيجيريا 2 بلاش، تصدر مجموعه بفارق الهدف على نيجيريا وايطاليا. ضعيف في المحافظه على الكره معناتها فاز على نيجيريا رغم السيطره شفناها نتاع المنتخب النيجيري كي تفرجت في المقابله، كذلك رغم تفوق في نسبه استهلاك الكره وسجل زاد زوز اهداف بنفس الطريقة لكنه حاسم زيادة أمام المرمى. شنو نجمو نعرفو غير هذا على المنتخب البرازيلي؟ هل المنتخب البرازيلي ينقصوه عناصر وإلا لا يلعبوا في أوروبا وإلا لا؟ فما عناصر ناقصة من البرازيل، فما تقريبا 10 عناصر معناتها من المجموعة الموسعة معناتها اللي شاركت في الكوبا أمريكا تاع الجونيور مش موجودين بحكم أنه من حق النوادي أنه ما يسيبوش اللاعبين متاعهم في الكوب دي موند جونيور. هي المجموعة هذه سمير وهنا يمكن مش نحكيه شوية، هي ذو الإسعاف بدأ من الكاس أفريقيا كيفاش بالضربات الجزاء تعدينا معناتها الواحد العرض بدأ من كاس أفريقيا. لا لا في كاس أفريقيا على الأقل اللعبة بيدينا أما هذه كمان الماتش وروحنا للوتينو أي سيبري. لا لا هذا رأيك ونحترمه كمان، فما شويه ميريت باش ما نحيوش زاد الميريت تاع المنتخب الوطني التونسي. بالطبيعه حكينا على الوقفه الدفاعيه تحس شويه ربما فما عناصر اللي التحقوا اللي حكينا عليهم. معقول. كريم العابد الحارس دونك عملوا الفارق وحسنوا من نجموا نفوزوا غدوه على البرازيل والا لا؟ والله انا مثلا ما نتصورش البرازيل باش تكون اقوى برشا من لونجلتير ولا اليوروغواي اللي احنا قدامهم. صحيح. وقفنا تقريبا معناتها 90 دقيقه. صحيح. الهدف تاع اليوروغواي هاك شفت كيفاش جاي معناتها وتصير في الكرة الوهابي طالع بالراس ضربة الكرة في يده. صحيح هذه منتخبات سيطرت علينا، صحيح ما لعبناش معها برشا كرة، لكن وقفنا دفاعين كنا في بعض الفترات لو أمننا برواحنا كنا على المستوى الهجومي قادرين نقلقوهم المنتخبات. ما نتصورش أنا منتخب البرازيلي بالغيابات الموجودة أنه باش يكون أقوى من المنتخب الإنجليزي. صحيح. ومنتخب الأوروغواي. دونك نمنوا بحدودنا. الحاجة الوحيدة اللي تقلق أنا في انتظار الخبر انه هل ريان النصراوي باش يكون حاضر ولا ايمن خاطر في ظل وقتاش باش يجيبوا الفيفا في والله فهمتش من بكري بعثت حتى معناتها الجماعه في الارجنتين باش اول ما يهبط القرار نسمعوا به ونعرفوه. علاش سمير؟ لانه فما غيث الوهابي في الارجنتين غيث الوهابي معاقب
وما نعرفوش العقوبة تاع ريان النصراوي قديش هنا والسيستم اللي يلعب به منتصر تاو نتصور باش يلعب ضد المنتخب البرازيلي بنفس الطريقة ثلاثة في اللاكس غربال على اليمين إذا النصراوي يلعب نصراوي يمشي على اليسار كريم العابد يدخل مع بوشنيبة وعلي السعودي للمحور الدفاع هذا البوان إذا كان يفضلك سمير جاوبنا عليه في دقيقة خاطر ما عادش عندنا وقت غياب غيث الوهيب اللي هو قائد الفريق واحد من أفضل العناصر هل يأثر وإلا لا غدوة بالنظر للأسامي اللي موجودة إذا كان منتصر عرف كيفاش ربما يلقى البديل وهنا عنده هو الكرة عند المدرب غيث من أفضل الملاعبية اللي صراحة نشوف فيها في الماتشوات الأولانيين تاع التصفيات كان متميز جدا وكان حضوره متميز وحضوره كبير وقدم مردود وعطى استقرار على المستوى الدفاعي أكيد أنه منتصر عنده ربما الحلول على ماتش هذا باش ينجم يغطي هالفراغ هذايا أنا معاك أنه تغيير ملاعبي من ملاعبي لكن تغيير خطة لا باعتبار أنها مشيت مع الملاعبية ولكن كذلك نعاود وأصر على الكلام متاعي أنه أنا مع ضد التصريح المحبطة للعزائم وهذا شفناه بعد القرعة من مدرب المسؤولين وشفناه حاليا كذلك من معد البدني وشفناه من العباد الكل عبارة على أنه حتى كان خسرنا ما تلوموش علينا لا مش نلوموا عليكم امبارح شفنا الفيديو نتاع الجوارات فرحانين بعد تأهل بعد فوز منتخب الفرنسي وتأهل معناتها كفما شوية اوبتيميست منين معناتها نبني وبيان سور علاش انا نلعب مع البرازيل خاطر عقليا كان البرازيل الفريق الاولاني اللي ربح احنا 5 في ماتش اميكال قبل المونديال يا ولدي في الليجون عندك حظوظ نتاعك العب ربحناهم في كوب دي موند العب كوره شنو المشكل العب كوره هاك بديت تبريرات 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر تعب بدني تعب ذهني تعب كذا معناها ميساج خايب حتى ضغط احنا مش خارجين من الماتش انا وقت بالكل بالتوفيق ان شاء الله ليكيب ناسيونال نتاعنا غدوه نذكروا بالتوقيت نتاع المقابله 6:30 نتاع العشيه تونس البرازيل باش نتابعوها معنا مع بعضنا ان شاء الله غدوه في الحصه وقت اللي نبدأ نحكي بدأ المباراة ديجا وقتها بديت يعطيك صحة وليد قريبا سمير السليمي شكرا للجميع في المتابعة وفي الاستماع نلتقي كالعادة إن شاء الله غدا في نفس التوقيت وفي حلقة جديدة تصبحوا على خير سبورت بلوز على EFM أحلى راديو